الحلقة السابعة في تفسير جزء عامة. ما زلنا في سورة النبأ وبنتكلم على كيف يصلح الله قلوب الناس ويصلح عبادتهم. يصلح قلوب الناس بالخوف وخلصنا المعاني بتاعته. النهاردة بقى بنتكلم كيف نمت الصورة الحب والرجاء في قلوب العباد ازاي؟ باستعراض مشهد النعيم. إن للمتقين مفازا، ربنا بيقول إن للمتقين مفازا، مش إن مفازا للمتقين. الفرق، لو أن إلا مفازا للمتقين يبقى المفاز للمتقين وغيرهم، لكن جعل الجر ومجرور الأول إن للمتقين الأول مفازا، يبقى ده قصر، يبقى لن يدخل الجنة ويفوز بها إلا المتقي الخائف من خشية الله فقط. لن يدخل النار إلا خائف من الله. طيب ايه المفاز اللي هيشوفوه؟ اول حاجة هياخدوا شهوة البطن ويشبعوا شهوة الفرج ويشبعوا شهوة الاشياء التي حرموا منها في الدنيا. طب شهوة البطن هيشبعوها ازاي؟ حدائق واعناب، هيخشوا حدائق فيها جميع انواع الثمار والطعام، وبعد ما ياكلوا هياخدوا الاعناب والفواكه، كل عنبة في تتفطق عن 60 طعم. طب كلوا وكلوا فواكه وشبعوا، بيتجهوا ناحية الكواعب الأطراب. ايه موضوع الكواعب والأطراب؟ اي واحد بيختار زوجة بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، هل ياخد بنت عندها 14 15 16 سنة كاعب؟ يعني ايه كاعب؟ يعني مشدودة الجلد مرفوعة الثدي بكر، فيستمتع بجسدها ولكن لازم يتحمل مفسدة. ايه هو؟ ان عقلها صغير، عاوزة تلعب وستقوم بمشاكل مع أمه وإخواته لأنها طفلة في النهاية. ولا ياخد واحدة الترب، ليه ترب؟ يعني مساوية في السن، عندها 30 سنة 32 سنة وعقلة، سوف تعامل أمه معاملة كويسة، تعامل أخواته معاملة كويسة، تتحمل مسؤولية البيت، بس عندها مشكلة. إيه المشكلة؟ إن جسدها جلدها متهدل، يعني جلدها مش مشدود، متدلي، ثدياها متدلية مش مرفوعة مش نواهد، فهو هيتمتع بخلقها الطيب ولكن سيفقد ميزة جسدها. أما في الجنة ستحل هذه المشكلة الأزلية إزاي؟ إن الحور العين كواعب وأطراب، يعني سنهم 33 سنة زيك بالضبط، وعقلهم عقل كبير، وجسدهم جسد فتاة صغيرة مرفوعة الثدي كاعب، جمعت بين جميع مميزات المرأة الجميل. طيب بعد ما يقضي شهوته من الكواعب الأطراب يبقى كأسا دهاقة، يشرب خمر كان محروم منها، دهاقا يعني ممتلئة متتابعة. طيب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، بعد ما يشرب ما يدفعش التمن، ما فيش حاجة اسمها تمن بعد المنع. لا يسمعون لغوا لا كلاما باطلا تتألم به نفوسهم، ولا كذابة ولا حد يعترض عليهم، فيش اعتراضات ولا حد يقول له ادفع ولا عليك كذا ولا مش عليك كذا. طيب ليه كل ده؟ النعيم ده كله ليه؟ جزاء من ربك عطاء، جزاء نكرة للتعظيم، ومن ربك يبقى ان الجزاء ده كبير جدا. وربك الكاف جعل النبي، جعل الخطاب للنبي، لأن من نعيم أهل الجنة إن النبي هيكون في الجنة معهم عطاء بفضل ومنته مش بعملهم. إحنا بنشتغل ليل نهار وبنشتغل ونصوم ونصلي، العمل ده مش بدخلنا الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بتعمل، ولكن الأعمال بتاعتنا لنستجلب رحمة الله فندخل بها الجنة، ده العطاء. حسابا يعني هنفضل ناخد النعيم ده حتى نقول حسبي حسبي، يعني كفاية كفاية، يعني كافيا وافرا شاملا لحد ما نشبع ونقول كفاية. كل نعيم عيجي هنفضل نشبع منه لحد ما نقول كفاية. طيب آخر حاجة بقى لإصلاح العقيدة وتربية قلب عابد عبادة صادقة. الخوف خلصناه والحب والرجاء خلصناه، فاضل إصلاح العقيدة. يعتقد البعض، والشيطان بيدي خرافات للإنسان، إنه هو عندما يقف بينادي الله تعالى سيستخدم عقله وجداله لاختلاق الأعذار وجلب الشفعاء للنجاة. فربنا بيقطع هذا الاعتقاد الباطل، لا جدالك هينفعك ولا شفعائك هينفعك. ليه؟ لثلاث أسباب. إن القاضي مش قاضي بتاع الدنيا،
هتقدر تغلبه بكلامك. ده القاضي ده رب السماوات والأرض وما بينهم، عارف كل شيء، عارف كل شيء، ما تقدرش لا تخدع ولا تداري ولا تقول ولا تيجي. تاني حاجة ملكش عذر، لأنه هو الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، فما عذب أحد إلا وقد أنظره وأعذره ما يتذكر فيه ما تذكر. ثالث حاجة إنه مهاب، لا يمكن حد يقدر يتكلم ولا يشفع قدامه إلا لمن ارتضى. لازم شرطين دي الشفعاء. أول شرط إنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لازم يأذن له ويرضى عن المشفوع. يبقى عندنا يا إخوانا هذا اللي بيقول أنا عنجو بالجدال أو بالشفعاء، ده وهم. ليه؟ لأن هو رب السماوات والأرض، يعلم كل شيء، الرحمن قد أعذر كل إنسان ما لا يمكن إنكاره. تالي حاجة لا يملك شفيع أن يتكلم ولا أي شخص يتكلم إلا بإذنه ورضاه. طب والملائكة؟ هنقول حتى الملائكة يوم يقوم الروح اللي هو جبريل يقف، والملائكة صفا، بيقفوا صفا صفا حسب مراتبهم، وما منا إلا له وله مقام معلوم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. لازم يأذن للملك عشان يشفع، ويشفع للصواب شفاعة صوابا، يعني في الشخص الذي يرضى الله عنه. لكن لو ربنا غضبان عليك لا يأذن للملك ولا يخليه يشفع فيك. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ده الحل الوحيد لهذا اليوم، أن تعمل عملا صالحا تؤوب وترجع إليه لينجيك. العمل الصالح هو النجاة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأن كل ما هو آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن التراب لا يحاسب. كده خلصنا سورة النبأ، وهنبدأ في المستوى الثاني أسئلة هامة لراغب التخصص. قل قولي هذا وأستغفر لك.